نعم، هذا يتعلق الأمر بالدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في لبنان، والذي جرت أشغال افتتاحية في طرابلس وبقية الأشغال في بيروت. في الكلمة الافتتاحية لرئيس الاتحاد وهو نقيب مصر، في كلمته الافتتاحية أكد على المواقف الثابتة لاتحاد المحامين العرب من القضايا، كل القضايا العربية بما فيها وحدة الأراضي المغربية، وذكر بالتحديد الصحراء المغربية، وهذا موقف ثابت وقديم لاتحاد المحامين العرب ولا جدال فيه. ولكن بعد سماع الوفد الجزائري لتصريح رئيس الاتحاد انسحب من القاعة، وتعامل الوفد المغربي بهدوء مع هذا الأمر لأنه لم يفاجئنا، لأن هذا موقف ثابت لاتحاد المحامين، وتعامل المغاربة مع الأمر بشكل عادي، واستمرت أشغال الاجتماع وهي مستمرة الآن، سواء في اليوم في مناقشة التقرير الذي يقدمه الأمين العام للاتحاد، وقد ما فيه وأكد فعلا على هذه المواقف. أكد السيد الأمين العام سيد بن عيسى المكاوي، أكد على المواقف الثابتة وعلى وحدة الأراضي المغربية. وكذلك كان النقاش في هذا في هذه القضايا، لأنها هذه مواقف كما قلت تقليدية وعادية، والمغاربة يؤكدونها دائما. شنو اللي في نظرك جعل الموقف الجزائري ديال محمد أنه تغير؟ لاحظنا بأن الوفد الجزائري، رغم أن الجزائر لها صوت واحد، نقابة لها صوت واحد، لكن حضر وفد كبير من المحامين الجزائريين يتعدى 18 الشخص في هذا الوفد، ولاحظنا تحركات مع بعض الأشخاص الآخرين لتضييق على يعني تحركات المغاربة، وأيضا لتشويش في بخصوص القضايا الأساسية التي يدافع عنها المغاربة. نحن حضرت كل هيئات المحامين بالمغرب ممثلة بنقبائها، وحضروا كالعادة كما يحضرون دائما للدفاع عن القضايا التقليدية لاتحاد المحامين العرب، وهي وحدة الأراضي. لا، في الحقيقة لا ندافع فقط عن وحدة الأراضي المغربية، على وحدة أراضي كل الدول العربية. نحن ضد الانشقاقات، ضد اقتطاع جزء من أراضي سواء بالنسبة للمغرب أو غير المغرب. ولهذا هذا الموقف، موقفنا هو مبدئي، ليس موقفا سياسيا فقط، هو موقف مبدئي. وندافع أيضا عن مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لاتحاد المحامي العرب، هذا موقف تاريخي للمحامين ولا زالوا مستمرين فيه. ولهذا حضر كل النقباء المحامين من المغرب ليدافعوا عن هذه المبادئ الراسخة، وحدة الأراضي المغربية، وليس فقط بالنسبة للصحراء، نؤكد دائما على المناطق الجنوبية، على الصحراء المغربية وعلى سبتة ومليليا والجزر الجعفرية، دائما نؤكد على أن الأراضي المغربية، سواء تأكيد يعني مغربية الصحراء أو استرجاع الأراضي التي لا زالت محتلة. الوفد الجزائري في الظروف أنتم تعرفون يعني المرحلة الأخيرة يحاولون أن يشوشوا، مجرد تشويش، لأن القضية نحن أصحاب قضية وهم أصحاب موقف، هم يحضرون للتشويش ويعلنون موقف وينسحبوا أو يخلقون الضجيج، أما نحن فأصحاب قضية، أصحاب أرض، ندافع عن قضيتنا، أما هم فيعبرون عن الموقف فقط. نحن أصحاب قضية وهم أصحاب موقف، والفرق كبير بيننا. أكمل، سيكون لنا لقاء مع رئيس الجمهورية اللبنانية غدا، وسنستكمل الأشغال، وسيتوج اللقاء بالبيان الختام للنظام العسكري الجزائري. لا يترك مثل هذه المهن أو الإطارات مستقلة حتى تفكر. هناك محامون بيننا وبينهم في النقاش يقولون يتبنون مواقفنا، ولكن رسميا لا يستطيعون التعبير عنها أو يقفون في مواجهة مواقف النظام الجزائري.
للأسف، لأنه نظام عسكري، نظام لا يترك للإطارات حريتها، لا يترك لها استقلالها لتعبر سواء جمعيات أو إطارات. حتى المحامين الذين هم معروفون بالحرية، معروفون بالاستقلالية، لا يستطيعون أن ينفلتوا من قبضة النظام العسكري، وهذا شيء مؤسف. نعم، نحن نمارس هذا الأمر من الناحية القانونية، ونمارس هذه الدبلوماسية الموازية في على الأرض، فعلا نمارسها في كل تحركاتنا، سواء في الوفود التي تزورنا في المغرب أو حينما ننتقل هكذا إلى دول أخرى. بالإضافة إلى هذا، فهناك لجنة تابعة لاتحاد المحامين العرب، لجنة من القانونيين، وتضم عددا من المغاربة للترافع بخصوص القضايا العادلة لكل الدول العربية، ومنها وحدة أراضي الشعوب، وحدة أراضي الدول العربية. سيد علال البصراوي، سيد نقيب، شكرا جزيلا لك، حدثنا من لبنان، شكرا جزيلا.